معلومات مضللة قدمتها الإمارات لواشنطن حول قيادات في الإصلاح. ما تريد الإمارات من الإصلاح؟ وما هي الخيارات أمام الحزب للتعامل مع هذه المعلومات؟ وما هي أسباب ضعف موقف الإصلاح من الانتهاكات التي تطال أعضاءه؟ أهلا بكم. تزيد التساؤلات عن صمت حزب الإصلاح من المعلومات التي أدلى بها عضو فريق الخبراء بلجنة العقوبات بمجلس الأمن حول تزويد الإمارات للفريق بمعلومات مضللة حول قيادات الحزب بكونهم أعضاء في تنظيم القاعدة. معلومات تؤكد تورط الإمارات للمرة الثانية بعد استئجار شركات القتل والتي كشف عنها الموقع الأمريكي العام الماضي. لماذا لم يحاول الحزب عبر الطرق القانونية المحلية والدولية الرد وصد تلك المعلومات التي تستهدف أعضاءه؟ ولماذا دائما يلتزم خيار الصمت وعدم المواجهة؟ ما الذي يخاف منه الإصلاح في مواجهة الإمارات وحتى السعودية من الاستهداف الذي يطاله؟ ما هي الأخطاء التي ولدت هذا الحقد على الحزب؟ هل موقف الإصلاح هذا تسبب بإضعاف اليمن وشرعيته أمام التحالف؟ وهل فعلا هو المتسبب بعرقلة عمليات التحرير داخل البلاد؟ حرب دون هوادة خاضتها دولة الإمارات ضد حزب الإصلاح طيلة سنوات ماضية. آخر هذه المعارك تقديم الإمارات معلومات مضللة للولايات المتحدة حول ارتباط قيادات في حزب الإصلاح بتنظيم القاعدة. هذه المعلومات المثيرة للجدل يكشف عنها الخبير الأمريكي في الجماعات المسلحة غريغوري جونسون في تقرير نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. يقول جونسون إن الإمارات أرسلت أكثر من مرة ملفات لفريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة حول أشخاص في حزب التجمع اليمني للإصلاح لا تحبهم، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لفرض عقوبات عليهم. الخبير الأمريكي يقول إن أبو ظبي كانت تحثنا على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم، ولكن كل مرة حققت في أحد هؤلاء الأفراد لم يكن أي منهم عضوا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. يؤكد جونسون كل ما في الأمر أنهم شخصيات في حزب الإصلاح لم تكن الحكومة الإماراتية تحبها. كعادته الإصلاح لم يبدر عنه أي موقف حتى اللحظة، مثيرا حوله الكثير من التساؤلات حول صمته تجاه كل ما يجري لقياداته وكوادره على المستوى السياسي والإعلامي والجنائي وحتى حرب التقارير الدولية، ما يضع جملة من التساؤلات حول صمته تجاه هذه المعلومات المهمة والخطيرة والتي أدلى بها شخص كان عضوا في فريق الخبراء بلجنة العقوبات بمجلس الأمن. لم تقتصر الحرب الشرسة على الاستهداف المباشر إذن كما جرى في مدينة عدن عبر عمليات اغتيالات وتصفية، تبين أن الإمارات تقف خلف معظمها عبر استئجار شركات متخصصة للقتل. فقد سبق لأبو ظبي أن استأجرت شركات قتلة أمريكيين لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية عدد من خصومها السياسيين أبرزهم القيادي في حزب الإصلاح. ضربات قاسية تلقاها الحزب من دولة الإمارات سواء بطرق مباشرة أو عبر وكلائها وبأدوات مختلفة، ناهيك عن الاتهامات التي طالته منها أنه كان سببا في إيقاف استكمال التحرير، كما يلقى عليه اللوم في إضعاف موقف الشرعية أمام التحالف، وهو ما ينسجم مع الموقف العام المعارض لوجود الإصلاح. أسئلة كثيرة يعزف الإصلاحيون عن الإجابة عنها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنبدأ مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية من برلين، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ علي العبسي. مساء النور، أهلا بك. لو بدأنا من الموضوع الذي أورده الصحفي جونسون حول رفع الإمارات للولايات المتحدة أسماء قيادات إصلاحية على أنهم زعماء في تنظيم القاعدة، كيف تنظر لذلك؟ أعتقد للإمارات مصلحة خاصة في هذا الموضوع. الإصلاح يمثل كتيار من تيارات الإسلام السياسي التي تعاديها الإمارات أحد أعداء الإمارات في اليمن، وهو أعداء إيديولوجي قبل يكون أعداء مصلحيا.
وبالتالي كان من المتوقع أن الإمارات والتي تعمل كوكيل أو كشرطي خاص بالولايات المتحدة الأمريكية في اليمن في محاربة ما تسميه الإرهاب أن تشي بالإصلاح وبقادة الإصلاح وأن تتهمه بتهمات الإرهاب وأنه داعشي وأنه قاعدة. هذا كان مسألة متوقعة وليست جديدة، والكل يعني شهد اتهامات مباشرة من مسؤولين إماراتيين مباشرين ضد حزب الإصلاح ومن وكلائهم وعملائهم في اليمن الذين كانوا يتهمون الإصلاح بأنه حزب داعشي وحاضن القاعدة ومن هذه الأشياء. وبالتالي يعني المسألة ليست جديدة، ربما هي الآن افتضحت أكثر بشكل رسمي وعن مصدر موثوق، لكن أعتقد المسألة القريبون من الأمور كانوا يتوقعون شيئا من هذا القبيل، يتوقعون بالتأكيد أن الإمارات تخوض حربا شرسة ضد الإصلاح في اليمن. الإمارات حاربت الإصلاح كحزب وكتيار وكقوة اجتماعية أكثر مما حاربت الحوثيين. الإماراتيين لا يجدون مشكلة أبدا مع الحوثيين، ولدينا تصريح الأخير لوزير الدولة الشؤون الخارجية الإماراتي أنور كركاش عندما اعتبر الإماراتيين جزء من الحل جزء من مستقبل اليمن. لكنه لا يعني لكن ما مدى تأثير ذلك دكتور علي، خاصة وأن الرفع تم للجنة الخبراء في الأمم المتحدة، يعني كيف سيؤثر ذلك؟ أعتقد أولا الإمارات رفعت ذلك إلى السفارات الأمريكية أو حاولت إيصال هذه إلى لجنة الخبراء عن طريق أطراف ثالثة لم تكن بشكل مباشر. أولا لجنة الخبراء المتحدة أو حتى المخابرات الأمريكية لديها مصادر أخرى، هي لم تكن تعتمد على الإمارات العربية المتحدة، الإمارات هي تطوعت بذلك، لكن هذه الأطراف لديها مصادرها المحلية ومصادرها التي تعمل معها منذ عدة سنوات. الولايات الأمريكية تعمل مع أجهزة الأمن اليمنية الرسمية ومع أجهزة المخابرات اليمنية الرسمية منذ عدة سنوات، منذ أكثر من 10 سنوات أو أكثر. وكذلك اللجنة المتحدة لديها مصادر الخاصة، الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي هي وشايات ربما أوكي أثارت لغطا حول الإصلاح، لكن أعتقد لم تعطي هذا الانطباع بأن الإصلاح فعلا كما يدعي الإماراتيون ممثل للقاعدة أو داعش. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الناشط السياسي مانع سليمان عبر الهاتف من حضرموت. مساء الخير أستاذ مانع. مساء النور أستاذتنا العزيزة. إذن وكونك عضو في التجمع اليمني الإصلاح، هناك حملات ممنهجة داخليا وخارجيا يتعرض لها الحزب أستاذ مانع منذ الانقلاب، لماذا برأيك يتم استهداف حزب الإصلاح بهذا الشكل؟ جميعنا يدرك أن حزب الإصلاح حزب يعتبر أكبر حزب في اليمن في هذه المرحلة، وهو الأكثر حزب تماسكا في يعني بين الأعضاء والقيادة. وحزب الإصلاح أصبح يعني هو المرتكز الرئيس في مسألة إيجاد التموضع السياسي في المستقبل للبلد. هذا هو الذي يجعل سواء الإمارات أو أي قوة لها طموح في أن يكون لها يد في اليمن أن تركز في استهدافها وأن تضع حملات ممنهجة يعني ضد التجمع اليمني الإصلاح وضد أعضاء الإصلاح وضد تضحيات الإصلاح. لكن ليست هذه هي المشكلة التي يعاني أو يواجهها الحزب، المشكلة الوحيدة يعني الحزب لديه مشاكل كثيرة، وربما هناك مشاكل أكبر من مسألة الحملات التي تشن عليها الإعلامية، الحملات التي تشن عليها الإعلامية في وضع حرب حزب الإصلاح قوة رئيسية في الصراع في هذه الحرب. مشكلات أهم هذه المشكلات هو أن يعني انطواء القيادة العليا للحزب على ذاتها، حتى أنها لم تعد يعني قريبة حتى من أعضائها. كذلك ترسيخ قاعدة الانطواء تلك التي عاشها الكثير من قيادات الحزب العليا، يعني تأميمها أو جعلها سلوكا لعضو الإصلاح، بحيث أن عضو الإصلاح أصبح له قالب خاص في الهيئة، في الشكل، في اللبس، حتى أصبحت له مجالس خاصة حتى على المستوى المواقع التواصل الاجتماعي. تحاول قيادة الإصلاح أن تعزل هؤلاء الأعضاء أعضاء الإصلاح عن
المجتمع بقدر ما بذريعة الحفاظ عليهم، وهذا كذلك بيعطي خصوم الإصلاح والمتربصين بالإصلاح ذرائع كثيرة لاستهداف هذا الحزب. نحن بحاجة شباب الإصلاح، نحتاج إلى أن نفك رحابنا لجميع الناس، وأن نبدأ بالاندماج بالمجتمع اندماج كلي، وأن نعيش مع المجتمع كما يعيش، وأن نبتعد عن محاولة الظهور بمظهر خاص، مظهر الشاب الذي يمتلك كاريزما معينة لها نوع من السكينة والوقار التي لا تدل على يعني أو ليست من مستلزمات الالتزام والسكينة واللبس الخاص وكذا. هذه أشياء لا بد أن يركز عليها أعضاء الإصلاح وشباب الإصلاح كذلك، الاندماج في المسارات الثقافية والفكرية، ويعني التعدد الفكري والفني إلى ما يعني أشياء كثيرة محتاجها شباب الإصلاح. نعم، إذن نعم سأعود إليك دكتور علي. يعني لماذا حزب الإصلاح حتى الآن لم يسجل أي رد أو بيان على ما يحدث؟ يعني العديد من شبابه يتهمون جزافا، يعني كما تحدث التقرير ترفع الأسماء، وربما التقرير ضرب مثالا بخالد العرادة الذي تم الرفع أو يعني ضرب عقوبة عليه بأنه أحد رؤساء القاعدة في المنطقة ويدير حزبا في ذلك، والتحقيقات التي أظهرت أو التي يعني عملت بهذا الشأن أظهرت أنه لا شأن له بالقاعدة. يتم تشويه حزب الإصلاح من قبل الإمارات في ظل صمت مستغرب ومستهجن من الحزب، لماذا؟ أعتقد مسألة واضحة، هي مسألة قيادة الحزب. القيادة أو النواة الثقيلة في الحزب هي لديها تحالفاتها. قيادة الحزب وهي الحرس القديم إذا ما تمت أو صحت هذه التسمية، لديهم تحالفات مع المملكة العربية السعودية. الكل يعني كان نتكلم سواء من مرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الحزب وواحد المؤسسين الرئيسيين، أو حتى من الرؤساء الحاليين اليدومي ولا أنسي، أو حتى الزعامات الروحية والقيادة الروحية للحزب سواء كان الشيخ الزنداني أو الحزمي أو غيرهم من الشخصيات القيادية في الحزب والتي تسيطر على الحزب وتوجه الحزب. هذه لديها تحالفات مع المملكة العربية السعودية، وهي تحالفات قديمة ليست تحالفات جديدة، هي تحالفات منذ أمد طويل، وبالتالي هي تراعي هذه التحالفات وتراعي هذه المصالح. وليس الشديد هي مصالح، ربما هناك شبهة أنها مصالح شخصية. لقيادة الحزب موجودة في الرياض أيضا، يعني أغلب لكن مهما بلغت هذه التفاهمات أو التحالفات أستاذ الدكتور علي، لكن في نهاية الأمر ما يحدث هو تشويه للحزب. ما قيمة يعني أن أبقى على تحالفاتي في ظل أن يراني العالم كحزب إرهابي أو كحزب معادل للقاعدة؟ ما هي القيمة؟ هم أن تراهم السعودية بغير ذلك، هم لا يهمهم العالم بشكل عام، هم يعرفون أو لديهم قناعة بأن الدولة المقررة ودولة المسيطرة في اليمن هي المملكة العربية السعودية، والدولة التي تتحكم في اليمن والتي ستحدد مستقبل اليمن وستهندس النظام السياسي القادم في اليمن هي المملكة العربية السعودية، ولذلك صورتهم أمام المملكة العربية السعودية هي أهم بالنسبة إليهم من صورتهم أمام العالم. أصلاً التجمع من الإصلاح صورته ليست بتلك النموذج الذي يستطيعون الحفاظ عليه، لا توجد صورة حتى يحافظوا عليها. منذ فترة طويلة هناك شخصيات محسوبة على الإصلاح كانت أيضا متهمة منذ فترة طويلة، الشيخ الزنداني والذي كان رئيس هيئة شورى الإصلاح، وربما دعنا نطلع سميته هو الأب الروحي أو الزعيم الروحي للتجمع من الإصلاح، مدرج على ضمن قائمات الدعم للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شخصيات أيضا كثيرة كانت مدرجة ومحسوبة على الإصلاح. الإصلاح ليس لديه ما يخسره بالنسبة للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي أيضا ليس لديه تجربة نموذجية مع تجمع من الإصلاح. الإصلاح للأسف الشديد كما قلت لك الحرس القديم، الحرس الذين من جيل آخر مختلف من جيل الستينات ومن جيل السبعينات، الذين خاضوا صراعات مع تيارات يسارية وخاضوا صراعات جهادية في أفغانستان وغيرها، حولهم ما زالوا يسيطرون على الحزب حتى الآن، وما زالت صورتهم وتصورهم للنظام السياسي والحلول السياسية في اليمن وفق هذه التصورات القديمة والتي عفى عليها الزمن. التجمع الإصلاح فشل حتى في كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى دعنا أنا أتذكر أنه هناك حادثة شهيرة عندما عاد قام وزير الدفاع اليمني بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد بعد ذلك
الجيش الامني وقام بعمليه تحرير بعمليه عسكريه في ابين وشبل لتحريرها من القاعده. فوجئنا جميعا، انا شخصيا فوجئت ايضا انه تجمع الاصلاح انتقد هذه العمليه العسكريه بداعي انه كان من الاولى مواجهه الحوثيين. طيب المجتمع، حتى الشيخ زنداني عقد مؤتمرا صحفيا ودعا وهدد اذا ما تم انزال قوات امريكيه وتدخل اجنبي فانه سيعلن الجهاد. هذه لا يمكن ان تساعد على تحسين صوره الاصلاح امام المجتمع الدولي. لا. وهذه تضع وضعت استفهامات كثيره، وفعلا الاتحاد الامريكي لم تعد يعني ترى في الاصلاح حزبا قابلا للتحالف معه او اداره التفاهمات السياسيه معه ما دام هذا الحرس القديم مسيطر عليه. نعم، اذا اسمح لنا اعود اليك استاذ مانع. استاذ مانع، هناك انتهاكات كبيره واستهدافات ممنهجه لشباب وقيادات الاصلاح، سواء بالاعتقالات، باتهامهم بانهم ارهابيين، ايضا بعمليات الاغتيال التي حدثت خاصة في عدن. ما الذي فعلته قيادات الإصلاح إزاء كل ما يحدث؟ طبعا شباب الإصلاح يدركون أن قيادة الإصلاح تمثل نقطة ضعف للحزب. أصلا أصبحت قيادة الإصلاح نقطة ضعف داخل حزب الإصلاح، ولو كان يعني لو كانت القاعدة التي يمتلكها حزب الإصلاح يمتلك قيادة غير القيادة التي تمسك بزمام يعني الإدارة فيها الآن، لحقق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية غير المكاسب التي يعني حققها بل خسرها في هذه المرحلة. مشكلة أن قيادة الإصلاح تتعامل يعني مع الوضع تعامل وكأنها في عهد الصراع الشيوعية والإسلام السابق حق السبعينات والستينات. هذه مشكلة يعاني منها الإصلاح وتعاني منها قيادة الإصلاح كذلك. المشكلة الأهم كذلك أن الإصلاح ابتلي باختراق واضح، يعني سلالي وإمامي واضح، وأظن أن التقارير التي ترفع إلى المحافل الدولية ببعض أعضاء الإصلاح بأنهم ينتمون إلى القاعدة أو ما إلى ذلك لها يد في داخل القيادة، يعني في داخل القيادة يعني حلقة تستهدف الإصلاح، وقيادة الإصلاح قد أصبحت مدركة لهذه الحقيقة لكنها تحاول أن تتغاضى وتحاول أن تتجاهل هذا الأمر، وهذا أصبح مريب أصلا. مثلا خالد العرادة لما يضم إلى قائمة الإصلاح ويتهم الإصلاح بأنه ينتمي إلى القاعدة وتستهدف قيادة الإصلاح بالاغتيال والتشريد والتنكيل والسجن وما إلى ذلك، والقيادة تظل صامتة والأمانة العامة صامتة، معنى ذلك أن هناك خلل كبير جدا. وأنا يعني من خلال نشاطي داخل الحزب ومن خلال قراءتي المشهد يعني الدراماتيكي الذي يستخدمه الإصلاح أجد أنه ستجدي أن القيادات التي لها نفس سلالي داخل الإصلاح، يعني قيادات مرضية عنها سواء بدول الجوار أو بدول الغرب أو يعني بدول الاتحاد الأوروبي، لكن القيادات اليمنية الجمهورية تم استهدافها مثل هذه التقارير. وأنا لدي اطلاع على كثير من الحالات التي يعني لفقت إليها بالتقارير، لفقت إليها تهمة الانتماء للقاعدة بتقارير كانت مصادر تلك التقارير أعضاء الإصلاح. رفعنا يعني قيادة في الإصلاح رفعنا بهذه الأشياء وبهذه الإشكاليات إلى القيادة، رفعنا تكلمنا تحدثنا، يا جماعة هناك عمل ممنهج لاستهداف الإصلاح من داخل الإصلاح. شباب الإصلاح أو حزب الإصلاح يمتلك قاعدة قوية ويمتلك يعني حالة من الترابط التي لن يجدها لا قيادة الإصلاح التي تقود الإصلاح في هذه المرحلة ولا غير حزب الإصلاح. ومع ذلك لم يحقق حزب الإصلاح شيء، كل ما حققه أنه يعني يخسر في كل مرحلة والإمامة هي التي تكسب. يعني منذ أن تحركت كرة الصراع يعني من صعدة إلى الآن وحزب الإصلاح هو الذي يخسر وحزب الإصلاح هو الذي يضحي وحزب الإصلاح. نعم، ومع ذلك لا نجد أي تعليق لكل هذه الخسارات. أيوة. حتى أنا كنت يا أستاذة ولو سوء أدب أنا نعم. كنت أريد أن أعلق على سؤالك الذي سألتي الضيف السابق. يعني هنا يجب أن يضع شباب الإصلاح، وأنا
أخاطب زملائي في ألف علامة استفهام، لماذا السكوت على مثل هذا الهجوم الأممي أصبح؟ تمام؟ لماذا يعني ما هو السبب؟ يعني أين البيان الذي يجب أن يصدر؟ أين الرد الذي يجب أن يكون موجود؟ ما هوش موجود، بمعنى أن القيادة العليا مضروبة بالعمق، في ضرب للقيادة العليا بالعمق، لا يعني تصل إلى مرحلة أنها لا تستطيع أن تخرج بيان يبرر الإصلاح من أكبر تهمة يطارد. نعم هذه الأسئلة أستاذ مانع، نعم هذه الأسئلة سيكون معنا للإجابة عليها خلال هذه الحلقة الأستاذ علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح. دعني فقط أنتقل للدكتور علي. دكتور علي، كل ما يحدث ربما وما ذكره الأستاذ مانع في حديثه، هناك فعلا استهداف واضح لشباب الإصلاح بدءا من الاعتقالات التي طالتهم منذ الانقلاب الحوثي، وأيضا جاءت الإمارات لتكمل ما بدأه الحوثي بالتقارير، بالاغتيالات، بالعمليات المستهدفة للحزب. كل ذلك يقابل من قبل الإصلاح ببيانات ربما فوجئنا نحن أيضا بها بشكر الإمارات والسعودية، وكأن الأمر لا يعنيهم. أتذكر في إحدى حلقات المساء اليمني تم مناقشة وضع الإصلاح في تعز، وفوجئنا في اليوم التالي ببيان لحزب الإصلاح يشكر الإمارات ويبرئ ساحتها تماما. هل هذا الصمت هو ضعف من الحزب أم هناك مآرب أخرى؟ اعتقد هي يعني شيء من هذا وشيء من ذلك. هو طبعا عندما يفقد الحزب قراره الذاتي ويصبح تحت ضغط الاملاءات ورعايه مصالح اطراف اخرى غير الحزب، فبالتالي هنا هذا ضعف الحزب اولا، لكن ايضا الحزب لديه خططه، ايضا الحزب ايضا يحاول ان يلعب سياسه ربما، او دعنا نكون اكثر دقه، قياده الحزب تحاول ان تلعب سياسه انتهازيه، هي لا تستطيع أن تواجه الإمارات ولا تستطيع أن تواجه المملكة العربية السعودية مباشرة، ولذلك هي اختارت أن تتواءم مع هذا الوضع الجديد، أن تمارس السياسة، أن تنحني للرياح القادمة، أن تحاول قدر الإمكان الحفاظ على قوتها، الحفاظ على شبابها، الحفاظ على هياكلها التنظيمية، هي حاولت قدر الإمكان تخفيف العداء رغم أن الطرف الآخر لم يخف من عدائه، هي حاولت أن تمتص غضب الطرف الآخر. رأينا اجتماعات بين قيادة الحزب ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ورأينا أيضا تصريحات غريبة فعلا كما ذكرتي، تصريح قيادة الحزب في تعز فاجأ الجميع، يعني هذا مسألة كانت حتى متقدمة على الشرعية، حتى كان متقدمة على شرعية على الرئيس عبد الرب المنصور هادي الذي يعني ربما أدان الإمارات في مسألة قصفها للجنود اليمنيين في ساحل أبيان. المشكلة الحزب الآن هو معرض لهجوم من جميع الأطراف. الحزب يعاني في الداخل، يعاني اولا نتيجه ان هناك اطراف تستعديه مثل الحوثيين ومثل ايضا النظام السابق، وايضا يعاني من قياداته، من قياده كما اقول هي المشكله، هي مشكله قياده. الإصلاح لم يجدد نفسه ولم يجدد دماغه ابدا، ما زال رئيس الحزب منذ عده سنوات، القياده الروحيه ما زالت هي، اين هو شوقي القاضي مثلا؟ اين هي ألفت الدبعي؟ اين هو اين توكل كرمان؟ اين الشخصيات القياديه؟ اين وسيم القريشي؟ اين هذه الشخصيات الشبابيه المثقفه المتعلمه الاكاديميه التي تستطيع ان تدير معها حوارا حتى لو اختلفنا معها سياسيا او اختلفت معها الاطراف السياسيه الاخرى، لكنها تستطيع ان تدير حوارا وان تصل الى تفاهمات سياسيه. اما هذه القياده انا اجد انها ما زال رهينه للماضي، رهينه العلاقات وتحالفات الماضي، رهين الافكار الماضي، رهينه لصراعات سابقه. مهم اهم شيء انه مستعد ان ينتقد الاحزاب اليساريه رغم ان الاحزاب اليساريه لم تعد يعني واقعيا موجوده، يعني لم تعد تشكل اي خدد اي تهديد او خطر على الحزب، ولكنهم ما زالوا يعني يثيرون او يديرون معارك مع طواحين الهواء فقط، يعني يستغلون قياده اعلام الحزب وشباب الحزب في معارك جانبيه لا تفيد احد. نحن نشاهد تعز مثلا، نموذج تعز، الصراعات القائمه هنا في تعز لا تخدم احد ولا تخدم حتى حزب الاصلاح. المشكله يا فريق التجمع الاصلاح هي القياده، يجب ان يتم تغيير، يجب ان يتم تحديث الحزب. القيادة الحالية للحزب هي مشكلة أساسية للحزب. الحزب هو حزب كبير جدا، الحزب فيه تيارات سياسية مختلفة، ويحتاج إلى قيادة تستطيع أن توائم بين هذه التيارات وتنسق هذا الجسم الضخم. الإصلاح هو أكبر حزب سياسي في اليمن. نعم دكتور علي ابقى معنا سأعود إليك، ولكن بعد أن أسأل الأستاذ مانع. أستاذ مانع، هل باعتقادك أن إقامة الحزب أو قيادات الحزب في الرياض أثرت عليه وكبلت قيادته من القيام بواجبها أمام الحزب أولا ثم أمام الوطن؟
يا أستاذة، هذه القيادة حتى لو كانت موجودة داخل اليمن ستؤدي نفس الدور الذي بتؤديه الآن من داخل الرياض. المشكلة أن القيادة أصبحت قيادة متجلطة، لا يعني ليست مؤهلة لقيادة هذه المرحلة. هذا ما يجب أن يفهمه الأستاذ محمد اليدومي، وما يجب أن يفهمه الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، وما يجب أن يفهمه قيادة الإصلاح كلها، لأنها أولا قد شاخت وأصبحت يعني ذائقة التفكير لديها، ذائقة مترهلة وفيها ضمور حاد، ويعني ليست مستوعبة للمستجدات والسرعة في اتداب أسرع وأدواته ووسائله في هذه المرحلة. وكذلك هي قيادة أصبحت مخترقة. هذه قناعتي بالنسبة لي أنا كشاف في الإصلاح، قيادة الإصلاح العليا أصبحت مخترقة، والأحداث التي مرت بالإصلاح وشباب الإصلاح وأعضاء الإصلاح من يعني صعدة إلى هذه المرحلة، يعني تصوري أن أكثر يعني من 12 ألف عضو في الإصلاح تم إيداعهم إلى الاعتقال والسجن، ولدينا أكثر من 60 قيادة يعني شخصية إصلاحية في عدن تم اغتيالها. تم احتلال جميع، مش احتلال، أنا لا أقول احتلال فقط، تسليم جميع مقرات الإصلاح وإمكانياته في صنعاء وفي عمران. يعني هناك إمكانيات وهناك حتى أموال كان يمتلكها الإصلاح ومؤسسات، تم حجب يعني رفع ما تمتلكه هذه المؤسسات وأموالها والاحتفاظ بها ونقلها إلى أن جاء الحوثيون وتم تسليمها بتوجيهات من قيادات الحزب، بما يوحي بأن هناك اختراق حاد لقيادة الحزب، هناك اختراق واقعي يعني. ويجب أن يفهم حتى الأستاذ علي الجرادي ويفهم كل الإخوة في الإصلاح، يجب أن يكونوا صرحاء مع الحزب وصرحاء مع الأعضاء وصرحاء مع القيادة وصرحاء مع اليمنيين في عملية استهداف من داخل الإصلاح. تصوري توكل كرمان التي تحدث عنها الأستاذ علي الجرادي تم فصلها بقرار من الأمانة العامة للإصلاح، أيش الحاصل يعني؟ ما هو الحاصل؟ الحاصل أن قيادة الإصلاح في من يوجهها من الداخل بما يضر الإصلاح. شباب الإصلاح الأكثر نشاطا في الإصلاح، الأكثر إتقانا في مسألة التعاطي السياسي والحوار مع المكونات السياسية سواء الداخلية أو الخارجية، تم تجميدهم ومحاربتهم. الأكثر نشاطا حتى في كسب الأعضاء وتحشيد الناس لمناصرة فكرة الإصلاح في مشروع الدولة وبناء الدولة، تم استهداف هؤلاء من داخل التنظيمي، ما هوش لا من أمريكا ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من المنظمات المكافحة للإرهاب ولا شيء. يعني أغلب كوادر الإصلاح الذين يعني داخل الأطر التنظيمية الحزب تم استهدافهم من قبل قيادات الإصلاح. لماذا يعني على العكس يفترض أن يفاخر الحزب بأن يوجد لديه شباب نشيطون، أن يوجد لديه مثل هؤلاء المفكرون وغيرهم من الشباب الذي تحدثت عنهم، لماذا سيحاربهم؟ كما قلت لك يعني التفسير الوحيد للظاهرة التي كل شباب الإصلاح، أنا أتكلم الآن وفي من شباب الإصلاح من يسمعني وفي من شباب الإصلاح من سيسمع إن شاء الله، كلهم مدركون لهذه الحقيقة وملاحظون لها. يعني في اختراق حقيقي للإصلاح، في اختراق إيماني، وفي اختراق من قبل النظام السابق، وهذا الاختراق أثر بشكل كبير على استبعاد كل العناصر، يعني جلهم إن لم نقل كلهم، العناصر النشطة، العناصر النيرة، العناصر التي تستطيع أن تسوق فكرة الإصلاح ومشروع الإصلاح تسويقا براجماتيا يتناغم مع الواقع ويتعاطى مع وسائل العصر في الصراع، هؤلاء تم استبعادهم، هؤلاء تم محاربتهم، هؤلاء يعني أوذوا في نشاطاتهم. أنا أتكلم الآن وكل شباب الإصلاح يفهمون هذا، أوذوا في نشاطاتهم. عضو الإصلاح والقيادي الذي في الإصلاح يحمل مشروع جيد مدروس دراسة جيدة ويوصله إلى القيادة، بمجرد ما يصل هذا المشروع إلى القيادة الوسط وتقول أنها رفعته إلى القيادة التي فوق، وإذا بنا نرى هذا العضو أو هذا القائد تم يعني تهميشه، مضايقته، استبعاده، هي أشياء كثيرة
يجب أن يتنبه لها الإصلاح كحزب، ويجب أن يتنبه لها شباب الإصلاح كأعضاء لديهم مشروع ومتماسكون. شكرا. وعليهم يعني الأمل في مسألة الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها والدفاع عن الجمهورية. الاختراق هذا سيهز الحزب، يعني ما حصل للإصلاح هو نفس ما يحصل للإصلاح الآن هو نفس الذي حصل للمؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام لم يثق من 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 واقع الاختراق الذي أتقن فعله السلاليون والإماميون إلا بعد أن سقط رئيس الحزب مقتولا وتم تشريد. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مانع سليمان الناشط السياسي وعضو حزب الإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. عودة إليك دكتور علي. دكتور علي، هل هناك منفذ قانوني يستطيع حزب الإصلاح أو حتى الدولة بحكم أن الإصلاح حزب سياسي فيها تصعيد هذه الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات بالذات قانونيا في المحافل الدولية والأممية؟ هذه مسألة معقدة نوعا قانونيا، يعني الإمارات العربية المتحدة لم ترفع ذلك إلى هيئة قانونية. الإمارات لم تشتكي مثلا عن حزب الإصلاح أو تدعي باتهاماته بالانتماء للقاعدة أو نوع حزب داعشي إلى هيئة قانونية، لم تقدمها إلى محكمة الجنائية الدولية، لم تقدمها تقارير إلى محكمة وتطالب بإجراءات قانونية ضد الحزب. هي قدمتها إلى الاستخبارات الأمريكية وسربتها بطرق مختلفة، لكن كونها شريكة مع أمريكا في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب فكلمتها مسموعة لديهم، وبالدليل يعني بدليل أن بعض الشباب الذين تم رفع أسمائهم تم يعني معاقبتهم. يعني حتى المشكله انه حتى هذا الاجراء ليس اجراء قانونيا. الولايات المتحده الامريكيه لما تضع اسم ما على قائمه الارهاب هذا ليس اجراء قانوني، هذا اجراء امريكي قانوني. لا تستطيع يعني ما هو الخلفيه القانونيه، هي تمارس يعني سيادتها، تفرض سيادتها الولايات المتحده الامريكيه على ارض السياده على اليمن مثلا، وهذا غير اجراء غير قانوني. ما يمكن ان تفعله الحكومه اليمنيه او ما يمكن ان يفعله حزب الاصلاح او اي هيئه قانونيه، هي توجيه الاتهام لرجالات الامارات، الشخصيات اللي كانت محدده ومعروفه بانها كانت مارست التعذيب او رعت عمليات الاغتيالات التي تمت ضد اعضاء حزب الاصلاح في عدن، ان تقدموا المحاكمه امام السلطات اليمنيه، امام القضاء اليمني. هنا يستطيع مثلا الحكومه اليمنيه او يستطيع حزب الاصلاح او يستطيع اي محامي مثلا ان يقدم دعوى قضائيه امام القضاء اليمني باتهامات لشخصيه معينه، ليست دولة. لا تستطيع نحن نتهم دولة معينة، دولة المركزة، لكن شخصيات معينة ضمن الدولة هذه، سواء كان قائد القوات الإماراتية في اليمن، سواء كان ضباط معينين بأسماء معينة. هنا تستطيع يعني حتى المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم دول، المحكمة الجنائية الدولية. إذا شكرا معينة. شكرا لك الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح من مأرب. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك، أتمنى أنك استمعت لضيفي اللذين كان معي الدكتور علي العبسي وكذلك مانع سليمان، واللذين طرحا نقاط مهمة نسأل يعني نتمنى أن تجيب عليها. ربما أبرزها هو الاستنكار لصمت حزب الإصلاح مما يحدث له من هجمات شرسة ويعني ممنهجة من قبل الإمارات لاستهداف قيادته وشبابه أيضا واتهامه بأنه حزب إرهابي. أولا مساء الخير للضيوف جميعا وللمشاهدين. ثانيا لا يوجد أعتقد صمت من قبل التجمع اليمني للإصلاح كما يعني طرح، لكن هو حزب سياسي مدني لديه وسائله السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية في إطار الحرب التي يعني يخوضها اليمن ضد الانقلاب والانقلابات المماثلة أيضا، يعني وفي إطار ما يمر به البلد ككل يتصرف الحزب وفق هذه المعطيات المحلية والإقليمية. ماذا صنع؟ لكن كأن المنحة أو كأن بعض الأطروحات كأن بعض الأطروحات تقول بأن الحزب يجب أن يكون لديه مواقف قوية، ربما بعضهم يلمحون إلى استخدام قوة. نحن لا نمتلك هذه القوة ولا نستند إليها ولا نمتلكها أصلا. نحن حزب سياسي، وصحيح تعرضنا لكثير من يعني حوادث الاغتيال والاختطافات وإحراق المقرات،
كذلك اختطاف يعني عدد من قياداتنا. نعم اسمح لي استاذ علي حتى نهدف الحلقه ونستفيد من ما بقي من الوقت، يعني حدثني ماذا صنعتم؟ يعني نحن لم نطالب بالقوه بطبيعه الحال، انتم حزب سياسي من غير المنطق ان تطالبوا بالقوه، ولكن حدثني ماذا صنعتم امام كل هذه الهجمات الذي يعني هجمتم بها؟ يعني ربما قدم الإصلاح أشياء كثيرة غير معلنة تنسجم مع الوضع الموجود في هذه اللحظة الراهنة. هناك فقط الحديث على أن قيادة الإصلاح يعني بمعنى أن لا يهمها ما يجري لقواعدها أو لقياداتها بالأصح، فأقول إنه من تعرض للاغتيالات هم أيضا قيادة الإصلاح، وليس حتى يعني هم قيادات وليسوا بدرجة حتى ناشطين أو قواعد. فبالتالي ما تعرض له الإصلاح هو في صميم قيادته العليا يعني في محافظات على مستوى المركزي أو في المحافظات، وبالتالي فإن الاستهداف كان أيضا هو يعني نقطة لهم لقيادة الإصلاح وللحزب، وسواء كأشخاص أو مقرات أو منهج أو في حالة تشويه سياسي وإعلامي. هذه الهجمة المعنوية والجسدية التي وصلت إلى حد الاغتيالات كما أسلفتم وتحدثت كثير من التقارير، واجه الإصلاح بملف سياسي وقانوني وتحرك في الأوساط الشعبية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية. ونحن كنا نعول ولا زلنا على المؤسسات الرسمية اليمنية أن تقوم بمثل هذا الواجب، ولكن أيضا يعني هي تمر أيضا بلحظة ضعف، وبلادنا جميعا تمر بلحظة حرب. ونقول بأن ما يدفعه الإصلاح اليوم من ضريبة وإن كانت كبيرة جدا هي ضمن الضريبة الوطنية التي ندفعها جميعا كأطراف. نعم يعني لكن الانتقادات سياسية التي وطنية. والإصلاح استهدف أساسا لحظة استهدف تفضل. الإصلاح أساسا لأنه ربما هذا اليوم هذا الحزب اليوم هو مرادف للجمهورية ووطن مصغر. في آخر انتخابات تقريبا كان مع الإصلاح ما يقارب 1,800,000 صوت، يعني هذا تعداد شعب مقارنة يعني بالآخرين. استهداف الإصلاح المعني فيه ليس فقط الإصلاح كحزب وكشباب وكقواعد وكقيادة، هو استهداف للعملية السياسية في البلد. هناك يعني من جيراننا نحن نؤمن بحقيتهم وخصوصيتهم في أنظمتهم السياسية وطريقة التعاقد السياسي الاجتماعي مع هذه الأنظمة، لكنهم للأسف لا يحترموا هذه الخصوصية لليمن. خصوصيتنا اليمنية التي تراضينا عليها هي التعددية السياسية والحريات والديمقراطية في البلد. هناك من يتضايق من هذه الفكرة ومن هذا العقد الاجتماعي ويريد أن ينقض عليها، والانقضاض عليها كان هو انقضاض جزئي عن طريق التجمع اليمني للإصلاح. نحن ندرك من 2011 صنعت حالة وطنية بالتراضي بعد المبادرة الخليجية في عام 2011 بما فيهم شركائنا في المؤتمر الشعبي العام، نحن شكلنا حالة وطنية توافقية، وكان هناك أيضا من تضايق من هذه الحالة ومن مول ميليشيات استخدمت العنف وضربت الحالة السياسية التوافقية التي كانت موجودة، واليوم نجني هذه النتائج. ولا زالت هذا اليوم يعني لا زال هذا المخطط وهذا الاستهداف واضح اليوم من خلال محاولة إلباس بعض قيادة الإصلاح بتهم الإرهاب، ولكن هذه التهم بقدر ما كانت زائفة وسامجة أيضا حتى أولئك الذين قدم إليهم الملفات من أمثال جونسون وغيره لم يكن من هناك تهمة إلا أنهم قيادات في حزب سياسي وطني. هذا الحزب اليوم الذي يمتد شمال وشرق وجنوب وغرب اليمن. نعم لكن في كل الفئات الاجتماعية والسياسية وكل الفئات العمرية يعني نقطة بسيطة، استهداف الحزب اليوم هو لا يستهدف لذاته كحزب سياسي موجود في البلد، هو استهداف للمقاومات السياسية والحالة السياسية والوطنية في اليمن. نعم كلام جميل أستاذ علي وأتفق معك فيه، ولكن الواقع لا يقول ذلك. نعم هناك استهداف للحالة السياسية وهناك استسلام أيضا لهذا الاستهداف من قبل الأحزاب جميعا، وربما الأكثر تضررا هو كان حزب الإصلاح مما يحدث في البلد بشكل عام. ولكن ما يوجه من لوم
ومن يعني انتقادات لم يكن فقط من خارج الحزب وانما من شباب الاصلاح انفسهم ومن يعني كوادر الاصلاح انفسهم، يرون يعني يجدون عتب كبير على قيادات الاصلاح الذين ربما يرون فيهم انهم شكلوا هم ضعف لحزب الاصلاح اكثر من قيادات من كوادر الذي تعد ربما القاعدة القوية كما وصفت لديها قيادة ضعيفة للأسف. الكثير من المواقف ربما أنتم تتحدثون عن مواقف تم اتخاذها ليست طيب علنية. طيب لو سمحت بس اختصر السؤال علشان أيضا الإجابة. نعم يعني. كيف تردون على كل هذه الانتقادات؟ نعم كيف تردون على كل هذه الانتقادات أستاذ علي؟ طيب عشان بس يكون في وقت للرد. أولا من حق شباب الإصلاح وقواعد الإصلاح ومن حق أي يمني أن ينتقد التجمع اليمني للإصلاح كحزب، والانتقادات التي توجه إلينا لا نستقبلها بنوع من الريبة أو الشك، بل بالعكس هذه الانتقادات تشعرنا بأننا حزب كبير ويعلق عليها الآمال، سواء كان من قواعد الحزب أو ليست قواعد من أنصار الحزب وقيادة الحزب، هم هؤلاء قيادات الذين اليوم يوجهون يعني هذه الانتقادات. إذا الانتقادات هو بحجم هذا الحزب، وهذه الانتقادات تشعرنا كما قلت بحجم هذا الحزب الكبير والذي يعول عليه أدوار وطنية كبيرة، وهذه الأدوار التي مطلوب من الحزب أن يقوم بها في المجال السياسي والوطني والشعبي والاجتماعي والإعلامي وحتى على مستوى الثقافي، هذه أدوار كبيرة جدا في ظل يعني انهيار البلد وفي ظل الانقلاب الحوثي الذي سيطر على البلد، توجه يعني ضعفت مؤسسات الرسمية وبعضها يعني لا زالت في طور الإنشاء، فكان هناك تعويل على الأحزاب الوطنية، وكان الإصلاح ورفاقه وشركائه دور كبير في هذا المجال. نحن في هذه اللحظة الاستثنائية نعتقد بأن الأحزاب الوطنية هي الرديف أو يعني الصورة الموضوعية الأخرى للمؤسسات الرسمية، أو هي بمعنى الآخر يعني يمن مصغر، أو هي الوجه الآخر للمقومات الوطنية التي يسعى الآخرون للاستمساك بها. نحن نتفهم كل هذه الانتقادات وكل هذا اللوم، وبعضها حقيقي، وبعض هذا اللوم والنقد حقيقي، وعلى قيادة الإصلاح يعني وأنا واحد منهم أن نرى في هذه الانتقادات محرك ومحفز إيجابي لكثير من تصويب القرار وكثير من العمل وكثير من الاستدراك. نحيي هذه الأصوات جميعا، ونعتبرها هذه الأصوات هي رصيد وطني للحزب ولليمن عموما. نعم أستاذ علي، يعني بصريح العبارة لماذا الإمارات جندت دولتها بأكملها لاجتثاث هذا الحزب وجعلته عدو لدود لها واتهمته بالإرهاب وتحاول بكل الأشكال أن توصفه بهذا الوصف؟ كنا نقول في الماضي إذا أردت أن تعرف عن حزب الإصلاح عليك أن تسمع مننا، عليك أن تقرأ عننا، لكن اليوم إذا أردت أن تعرف من هو حزب الإصلاح عليك أن ترى في من يخاصمه. هل هؤلاء الخصوم اليوم يريدون للبلد وحدة واستقرارا وأمنا وتقدما؟ هل هم اليوم يسهمون في مساعدة اليمن في عودة الدولة ومؤسساتها وبناء اليمن الاتحادي؟ هل هم هؤلاء اليوم يحترمون خصوصية اليمن واستقرارها وثرواتها؟ هل اليوم مثل هؤلاء الخصوم إذا جاز التعبير يعني يحبون لليمني أن يكون كرامته وسيادته مرفوعة وهامته مرفوعة؟ يعني نحن نرى اليوم بأن خصومنا يقدموا لنا خدمة جليلة. هذه الخصومة اليوم التي تعني لنا أنها هي من تقول لليمني اليوم من هو التجمع اليمني للإصلاح. خصومنا اليوم للأسف هم في دائرة صغيرة، دائرة يا إما التفتيت أو دائرة محاولة استعلاء على هذا اليمني في لحظة ضعف، يعتقدون أن اليمن في هذه اللحظة ضعيفة، هناك من لديه أطماع، هناك من لديه نوايا احتلالية، هناك من ضرب الجيش اليمني ووصفه بالإرهاب. وأنا أحيلكم على بيان رئيس الجمهورية، أحيلكم على بيان الحكومة اليمنية، أحيلكم على تصريحات يعني المسؤولين الرسميين، أحيلكم على المجتمع المدني، أحيلكم على كل صوت يمني حر في هذا البلد. نحن اليوم لا نحتاج أن نقول للناس من هو التجمع اليمني للإصلاح، يعني الجميع يعرفنا، والقوى الإقليمية والدولية تعرفنا، ويعني لسنا نحن كتاب مفتوح، حزب سياسي خاض الانتخابات بكل أنواعها، ولدينا تحالفاتنا السياسية
بمختلف أشكالها، ولدينا تجربتنا الطويلة الممتدة، والكل يعرفنا. عندما تأتي مثل هذه الأصوات المحاولة أن تصف الإصلاح أو غيره من القوى السياسية، كما قلت هي استهداف وطني للبلد وتجربته السياسية. من لديه ضيق أو تحسس من البعد الديمقراطي في اليمن والحريات، ومن لديه تحسس أو ضيق من أن يكون اليمن جغرافيا كبيرة ضمن اليمن الاتحادي، من لديه يعني ضيق أو تحسس أن اليمن يمتلك هذه الممرات الاستراتيجية، أنه يقع ضمن المشرفين على خطوط الطاقة الدولية، أن لدى اليمن ثرواته، أن لدى اليمن كرامته ورجاله وأحزابه، هذا شأنه. لكن هذا هو اليمن، هذا الإصلاح لن يستطيع أيا كان أن يلقيه في البحر. الإصلاح شعب مصغر، التجمع اليمني للإصلاح اليمن الأصغر هو الوجه الآخر اليوم للجمهورية والوحدة الوطنية. أستاذ علي، وأيضا اليوم الذي يقدم لنا درس في طبعا. سؤال أخير، ما هي خيارات الإصلاح في هذه المرحلة، خصوصا بعد انكشاف ونحن في مرحلة انكشاف يعني للإمارات بعد اتفاق الرياض؟ نحن خياراتنا هي الخيارات التي تقود المؤسسة الشرعية اليمنية. نحن اليوم ضمن الإصلاح، ضمن أحزاب التحالف الداعمين للشرعية اليمنية، ونحن ضمن هذه الخيارات الاستراتيجية للشرعية اليمنية والمؤسسات الرسمية، ولا يمكن إلا أن نكون حليفا وداعما للمؤسسات الرسمية وللشرعية اليمنية وللتحالف العربي، حتى لو كان هناك تباينات. لكن نحن في الخط الاستراتيجي لا يمكن أن نختلف، أو لا يمكن أن نكون إلا داعمين لمثل هذه التوجهات، الذي خلاصتها أن نبحث عن سلام عادل، وعن يعني عودة الدولة اليمنية، عن سيادة القانون الذي تحفظ لليمني كرامته وحريته وحقه. يعني اليوم اليمن يتعرض إلى مأساة إنسانية بشعة، وإلى يعني انقلاب وانقلابات مماثلة. نحن نسعى جميعا في ظل هذه الأوضاع إلى أن نستعيد يمن معافى، يضمن لليمنيين جميعا حريتهم وكرامتهم وأمن واستقرار. ولعل التجربة الماضية كفيلة بأن تقول للجميع بأننا نحتاج إلى العودة إلى هذا أتفق المربع معك الذي كنا عليه. أستاذ علي، ولكن أيضا هناك عداءات داخلية عليكم، ليس فقط من الخارج، يعني المؤتمر الشعبي الحوثي أيضا، وكثير من الناس يعني ينسون جرائم الحوثي والانتقالي والمؤتمر، ويشيرون دوما بأصابع الاتهام لكم. شوف، نحن نقول نحن حزب سياسي أيضا، وصدورنا مفتوحة للنقد، ومن كان له على الإصلاح أو أي من أفراد الإصلاح يعني مظلومية، القضاء مفتوح، الصحافة موجود، حرية التظاهر موجودة. يعني من كان يعتقد بأن لديه حق لدى الإصلاح أو لدى أي من أعضاء الإصلاح، يعني لا أعتقد أن أحدا على الإطلاق يستطيع أن يكون حائلا بينه وبين الحصول على هذا الحق. الإصلاح ليس سلطة إرهابية، ولم يمارس هذه السلطات، ولن يمارس مثل هذه السلطات. الإصلاح حزب سياسي مدني. وإن كنت تقصدين أن هناك نوع من التبرم فيما يخص أن اتهام الإصلاح بالإقصاء، نحن لا يوجد لدينا أصلا ما نستحوذ عليه، نحن خارج إطار الدولة اليمنية بالمعنى الحقيقي. يعني اليوم نحن لا نمثل بأقل من 2 وزراء في الحكومة اليمنية، وحتى في المحافظات التي يقولون بأن لدينا استحواذ عليها، الإحصائيات التي موجودة داخل المحافظات، نحن في كل المحافظات، في معظم المحافظات، الرقم الثالث كتواجد حزبي في مواقع القرار. في هذه المحافظات، وفي معظم المحافظات لا نتواجد على الإطلاق، كما في المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات. لكن هناك نظر يعني هناك نوع من التحسس لحجم حزب الإصلاح الاجتماعي والسياسي، ولتماسك هذا الحزب. شكرا. لأنه في ظل هذا التفتيت الموجود، هناك من يراهن على تفتيت الحزب، وعلى أن هذه الهجمات للأسف أدركنا الوقت أستاذ علي الجرادي. ولكننا نقول لهم بأن مثل هذه الهجمات تزيدنا قوة وتماسكا. شكرا لك أستاذ علي الجرادي، رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعي. شكرا لكم وشكرا لقناة بلقيس. نعتذر لك، تم أخذ يعني مساحة من وقتك بسبب خطأ تقني من الأقمار الاصطناعية في مأرب. شكرا لك مرة أخرى، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.